وحصلنا على تمويل ومنحة تركية أقرتها في مؤتمر الكويت. الآن الأتراك مستعدين لدعم هذه الحكومة 5 مليار دولار. التهوا الآخرين، الرئيس التركي عدل القميص مع رئيس وزراء. نعم الرئيس التركي صديقي، صديق شخصي، شاف صديق قديم وعدل له القميص. شو المشكلة؟ هاي المشكلة بالعراق القميص دول 5 مليار. الاحتفال الكبير كان يليق بالعراق، ليس يليق بي، كن عن ثقة. الاحتفال اللي قام به رئيس تركي هو للعراق، ليس المصطفى الكاظمي.